اهلا بحضراتكم من جديد عشان تشوفوا اهتمام الاهلي بتدرس الامور اول باول وبشكل متعمق شويه. النهارده كان اجتماع على مرحلتين. الاجتماع الاولاني يا باشمهندس كابتن محمود الخطيب ومعاه كابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف مع مستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. الخمسه قعدوا فتره طويله في اجتماع خماسي مغلق تم فيه تدارس الامر بكل تفاصيله، حاله الفريق، ظروف الفريق حاليا، احتياجات الفريق، المرحله اللي جايه عامله ازاي، المرحله اللي فاتت بكل ما فيها من اسباب للانتصارات وبعض التعثرات، ايه ظروفها وايه رؤيه مستر بيتسو موسيماني وازاي لجنه التخطيط تقدر تدعمه باللي هو يحتاجه. والكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بيقدم موقفه او تصوره الاداري في اداره الكره في النادي. دي كانت جلسه مهمه جدا على مستوى كبير بين الخمسه يا باشمهندس. مؤكد اسلوب اداره الكره في النادي الاهلي انه ما بيسيبش الامور لما تتفاقم. ايوه. وهذا عشان ما يطلعش حد يقول لك التدخل. هذا ليس تدخل ولكن مراجعه مع الجهاز الفني زي ما انت قلت. انا بشوف انت عايز مني ايه؟ ناقصك ايه دلوقتي؟ مشاكل الفرقه فين؟ ايوه. احتياجاتك ايه؟ رؤيتك ايه؟ عشان اجهز نفسي للفتره اللي جاي. وفي نفس الوقت بنقعد مع بعض القعده دي من غير ما حد يتكلم. ايوه. هتشعرك بايه؟ نوع من انواع المسؤوليه. أيوة. الناس دي اللي جايبه لي لبن العصفور. ايوه. ها؟ وبتطلق يدي مستنيه مني ايه؟ ايوه. ولذلك تويته موسيماني كانت مهمه. الخساره في ان لا تتعلم من الخساره وليست في الخساره في حد ذاتها طالما ان يمكن تداركها، ما هي دي خساره في المجموعات. ايوه. يمكن تداركها. باذن الله. لكن عايزه شغل جامد جدا، ليس معنى هذا ان اللي جاي سهل. وهو ده مؤكد كان مضمون ما يريد الكابتن الخطيب ان يضع يده عليه. ويقولوا ورساله توصل ازاي ويسمع بالجهاز الفني. الصعوبات اللي قابلتكم ايه؟ طيب تعاملتوا معاها ازاي؟ وهتتعاملوا مع اللي جاي. ومحتاجين مننا ايه؟ ايه اللي انتم محتاجينه مننا علشان كلجنه او كنادي نوفره لكم؟ ثم بعد الاجتماع الخماسي اللي استمر فتره طويله وكافيه وتم فيه تدارس كل الامور على مائده الاجتماع. وانا بس عايز اتوقف عند نقطه. كان يمكن للكابتن الخطيب انه يروح على طول يقعد معاه. وكاننا لسه في مهمه كاس العالم. ايوه. ولكن اللجوء الى اللجنه الفنيه. ايوه. هو نوع بيدعم قيمه المشوره عند الحاجه. في العمل الجماعي. فانت جبت الناس اللي انت بتثق في رايهم الفني، قعدت معاهم، اشركتهم في الظروف، اشركتهم في الرؤيه المستقبليه، استشرفت منهم وجهه نظرهم عشان تخرج الصوره مش احاديه الفكر. طيب. لكن مؤسسية. شوفوا بقى المكان يدي دلالة تانية خالص ويدي انطباع للعيبة ان الامر مش سهل، والقعدة للكابتن الخطيب واللجنة معاهم لا استثنائية، لانه الاجتماع عقد في احد الفنادق الكبرى الجديدة في منطقة التجمع الخامس. في منطقة التجمع احد الفنادق الكبيرة. لما تجيب بعد الاجتماع الخماسي كان الاجتماع مع اللعيبة بقى، اللجنة بالجهاز بالكابتن الخطيب مع اللعيبة. علشان ايه؟ الكابتن الخطيب اتكلم معاهم كتير حوالين رقم واحد، ثقة الإدارة وثقة اللجنة فيهم لا محدودة، وإن أنتم من أفضل العناصر اللي انتقيناها، عندنا ثقة كبيرة جدا في كفاءاتكم وفي قيمتكم، عندنا تقدير للي أنتم بذلتوه طوال المرحلة اللي فاتت، حريصين دايما وأبدا على إن احنا نوفر لكم كل اللي أنتم محتاجينه، بس كمان احنا اخترنا لكم مدير فني على درجة عالية من الكفاءة في توقيت كان مهم جدا، سندناه بكل قوة وهنسنده بشكل أكتر علشان الكل يتأكد على انه وانت بتختار مدرب له هذه القيمة بتوفر له كل هذا الدعم وهذه المساندة، وبتقول للعيبة ثقتنا فيكم كبيرة جدا، ثقتنا في الجهاز الفني غير محدودة بالمرة، دعمنا للفريق كل اللي الفريق محتاجه هيلاقيه موجود. طبعا مؤكد في اطار القدره وفي اطار يعني غايه القدره، بلاش القدره، غايه القدره للنادي الاهلي. وهو دي مش محتاجه اجتماعات لان دي سياسه الاهلي.
لكن مؤكد اللي انت بتقوله بقى ان نقعد نتكلم بقى انتوا مع بعض احسن عناصر. وانا لسه كنت بتكلم معاك قبل الحلقه كنا بنقول ايه، هو يا جماعه واللعيب اللي يسمع ان في لعيب جاي لدعم الفريق من حقه يقلق ولا من حقه يفرح؟ انا بقول لك لازم يفرح، اذا عنده ثقه في نفسه لازم يفرح. ليه؟ لان دعم الفريق هو دعم العناصر الفرديه قبل الهدف الجماعي. ليه؟ انا بدعم ليه؟ عشان مزيد من فرص النجاح لتحقيق البطولات. طيب انا لما بدعم وبزود فرص تحقيق النجاح انا بضيف احتماليه لكل لاعب لو فكر حتى في نفسه انه عنده فرص اكتر للفوز بالبطولات وتكدس دولاب البطولات بتاعه بالانجازات. اي واحد يقول لك اصل انت بتجيب فلان عشان انا مش عارف ايه زي ما حصل كده دون استرجاع اسماء يبقى مفيش ثقه في النفس. لان انت في النادي الاهلي هو انت مش هتلاقي منافسه لو انت نفسك تبقى لعيب دولي؟ طب ما انت وانت لعيب دولي هتنافس لعيبه تانية مش موجوده معاك في الفرقه بعضهم او في معظمهم المنتخب. وعليك ان تنافسهم. طب هتروح المنتخب ازاي وانت خايف من المنافسه؟ ولاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب طبعا الذي لا يستطيع ان ينافس اي لعيب في مركزه على مستوى الجمهوريه في كل الانديه ما يلعبش في الاهلي، ما ينفعش انه يعني يتعامل في النادي الاهلي وكانه لا ده انت جاي عشان احميك واديك فرص، انت جاي عشان تتحدى وتتجاوز طموحاتك وتتجاوز يعني في قدرات يا استاذ ابراهيم انت تبقى شايفها في نفسك. الضغوط والتحديات والمطلوب منك بتكتشف انك تقدر تعمل حاجات ما كنتش متوقعها. وهو النادي الاهلي ينتظر من كل موهوب داخل النادي الاهلي هذه المفاجأة، أن يتجاوز حجم التوقعات في قدراته هو قبل أي حاجة، إن أنا أقدر أعمل أكتر من اللي أنت مستنيه مني. أيوه. هنا بقى يبقى النادي الأهلي بيعمل الخدمة الكبيرة للكرة المصرية ولمنتخب مصر وللعيبة اللي في النادي الأهلي.